بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي ومع تشابتر 2 الخاص بطبعا قصة العنفتم الأولاني، قصة تريجر آيلاند، جزيرة الكنز. Number one, what did the eight men coming to the inn got surprised by؟ الثمان بحارة أو الثمان قراصنة اللي جم طبعا اللي هم جم الفندق اللي كان قاعد فيه كابتن بيل، يا ترى أول ما وصلوا الفندق اندهشوا ليه؟ They were surprised to see that the door was open. لأن هم وجدوا إن باب الفندق مفتوح. Number two. Why do you think the pirates might have thought of when finding the door to the inn open? طيب التمن بحارة أو التمن قراصنة، حبيت تقول عليهم eight men، أوكي يعني تمن رجالة. Pirates قراصنة، ما فيش مشاكل. Sailors بحارة، برضو هو نفس الاسم. طيب يا ترى هم اللي هم القراصنة أو البحار دول لما شافوا باب الفندق مفتوح فكروا إيه؟ Perhaps they thought Bill had run away. إن بيل أخذ الوودن بوكس بتاعه، الصندوق الخشب بتاعه أو الصندوق اللي كان معاه، and run away وهرب. Why were the eight men searching for the paper? طيب الـ eight men كان إيه؟ كانوا يا ترى searching for a paper، كانوا بيدوروا على ورقة معينة، يا ترى الورقة دي فيها إيه؟ The men wanted to know where to find that treasure. الورقة دي كان فيها الكنز، كان فيها the way to the treasure island because it is a map، لأن هي كانت خريطة إلى جزيرة الكنز. فهم كانوا عايزين this paper أو this map. تنفع أقول paper يعني ورقة، وتنفع أقول map يعني خريطة. Okay, number four. If you find it, you'll all be rich, said the blind man. What was the man talking about? طبعا اللي كان بيقول الايه الجمله دي ذا بلايند مان، اللي هو الراجل الايه الاعمى اللي كان ظهر كابتن بيل في الان. طبعا كان اداله ورقه وكان قال له ان انت معاك لحد الساعه كام؟ 10 كلوك، عشان الاساس 10 كلوك دي معناه ان هو يديهم ذا ماب تو ذا تريجر ايلاند، يديهم الخريطه اللي موجوده معاه ان هيز بوكس، في الصندوق اللي موجود معاه، عشان يوصلوا بيها لجزيره الكنز. فهو بيقول if you find it، لو وجدت الورقة دي you will all be rich، كلنا هنبقى ايه اغنياء. طيب يا ترى what was the man talking about، بيتكلم عن ايه؟ The man was talking about the map to the treasure island. الراجل كان بيتكلم على خريطة الكنز، ممكن نقول the map to the treasure island او الخريطة اللي بتوضح الطريق الى جزيرة الكنز. If your point of view، لو انت رأيك what will the papers the captain hide about، في رأيك انت يعني يا ترى الورق او الورق اللي كانت مع الكابتن او هو كان مخبيها، اللي الكابتن كان مخبيها الورق ده، انت في نظرك في ايه او بيتكلم عن ايه؟ okay there were about treasure island، يعني الورق ده كان في الطريق الى جزيرة الكنز او بيتكلم على جزيرة الكنز، and the place والمكان where Captain Flint، كابتن فلينت ده هو اللي كان عامل الماب تو ذا تريجر ايلاند، كان مخبي الكنز في جزيره كان مسميها ذا تريجر ايلاند، جزيره الكنز. يبقى الكنز ده كان بتاع مين؟ كابتن فلينت، وهو خده وخباه هناك. وطبعا and he make a map، وهو or he made a map يعني عمل خريطه to show others the way to the treasure island، عشان توري الاخرين مكان خريطة مكان الايه مكان جزيرة الايه الكنز. طبعا هو كان وير كابتن فلينت هايد ات، المكان اللي مخبي فيه كابتن فلينت الايه الكنز. نعيدها من تاني، يبقى البيبر ده كان فيها ايه؟ they were about treasure island، كانت بتتكلم على جزيرة الكنز، and the place والمكان where captain flint اللي captain flint hide it يعني ايه كان مخبي في الكنز. How did the gang، gang يعني العصابة، react to finding out that Bill was dead؟ طب احنا قلنا الايه الجانج العصابة، البايرتس، القراصنة، السيلرز، البحارة، كل دي اسماء لهم. طب يا ترى هم يعني كان رد فعلهم ايه لما عرفوا او شافوا بيل ميت؟ طبعا بيل ده كان الايه الكابتن اللي كان ايه معاه اللي هو البوكس، البوكس كان فيه خريطة الايه الكنز، تريجر ماب. They didn't care، هم ما اهتموش بيه، هم أهم حاجة عندهم the paper to the treasure island، the map to the treasure island، أهم حاجة عندهم الخريطة بتاعت جزيرة الكنز. When they told the blind man that he was dead, he just ordered some to search his body, okay, and others to search for the chest.
والله عندما طبعا قال لهم طبعا يعني كان رد فعله ان هو قال لهم ايه، او هو امرهم امر البعض بتفتيش وسته، والبعض الاخر انه يفتش ايه صدره، لانه ممكن يكون ايه مخبي في ذا ماب تو ذا تريجر ايلاند اللي هي خريطة الكنز. It's the boy and the woman from the inn. What did the blind man mean by sentence time? البلايند مان لما هم طبعا سيرش the body of Captain Bill، طبعا فتشوا الجثة بتاعة Captain Bill وما لقوش حاجة. They didn't find the map to the treasure island، ما لقوش الخريطة اللي هم كانوا جايين عشانها. قال إيه؟ قال أكيد الولد وأمه اللي كانوا في الفندق. يا ترى هو كان هنا ماذا يعني بهذه الجملة؟ He meant that Jim and his mother، كان طبعا بيعني إن جيم وأمه had opened the box، هم اللي فتحوا الإيه البوكس and taken the map، وأخذوا منه الخريطة. Number 8. Why do you think that Jim and his mother were in great trouble؟ طيب إيه اللي ممكن، أو يعني لماذا تعتقد إن جيم ووالدته كانوا في ورطة كبيرة؟ Because the pirates were looking for them، لأن البايرتس خلاص لما القراصنة كانوا بيبحثوا إيه عنهم. وطبعا if they found them they would kill them and take the map to the treasure island، هيقتلوهم وياخدوا الإيه الخريطة الخاصة بالتريجر ايلاند اللي هي بجزيرة الكنز. If you find it you will all be rich said the blind man، قلنا الجملة دي قالها مين؟ البلايند مان قال لهم لو لقيتوها كلنا هنبقى ايه؟ ها أغنياء. What does it refer to؟ How could they become rich؟ يبقى it دي عايدة على ايه؟ عايدة على the map، the map to the treasure island، عايدة على خريطة الكنز. طيب هما ازاي هيبقوا أغنياء؟ It shows where the treasure is buried، لأن هي هتوري لهم المكان اللي اتدفن فيه الكنز. طبعا if they found the treasure they would be rich، هيبقوا طبعا ايه اغنياء. Number 10. Why do you think the pirates ran away on hearing the horses coming؟ ليه البايرتس لما القراصنه او السيلرز البحاره هربوا لما سمعوا صوت الايه الخيول؟ Perhaps they might have seen the police، احتمال يكونوا هم شافوا ايه بوليس. هم فعلا الهورسز دي كانت خاصه بالمين؟ بالبوليس مان، برجال الايه الشرطه. Why to save Jim and his mother from those pirates، عشان ينقذوا جيم وأمه من الإيه من البايرتس دول. Why were Jim and his mother saved؟ sorry how؟ how were Jim and his mother saved from the eight men؟ إزاي تم إنقاذ جيم ووالدته من الإيت مين اللي هما الإيت بايرتس؟ The police and the doctor Levesey arrived on horses and saved them، اللي أنقذهم هم البوليس ودكتور ليفيسي. arrived وصل مع البوليس on horses على الأحصنة and saved them وأنقذهم. يبقى دكتور ليفيسي asked the police to come، طلب من البوليس راح لهم وطبعا asked them وطلب منهم إن هم to come to save Jim and his mother from the eight pirates من القراصنة. Number 12. Why did Jim want to give the paper to Dr. Levesey؟ طبعا جيم ليه اعطى الورق اللي كان في الايه في الصندوق لدكتور ليفيسي؟ لان طبعا جيم تراستد مستر ليفيسي او دكتور ليفيسي، لان هو كان بيثق ايه فيه. طبعا هو كان بيثق فيه because he was a magistrate، يعني كان قاضي، and طبعا كان دكتور وكان ايه وكان في نفس الوقت magistrate، كان ايه كان قاضي. and Jim thought that he would know what to do with the map. وطبعا جيم كان عارف ان ايه ان دكتور ليفيسي عنده القدره ان هو هيتعرف او يعرف يعمل ايه بالخريطه. Number 13. What did Dr. Levesey think the paper might have been? طيب دكتور ليفيسي لما خد الورق كان مفكره عن ايه؟ This might have been a clue، ان ده ممكن يكون دليل او مفتاح حل as to where Flint buried his treasure، يعني ده ممكن يكون دليل او مفتاح للطريق للمكان اللي هو فلينت. اوكي كابتن فلينت buried his treasure، المكان اللي كابتن فلينت دفن فيه الكنز بتاعه. Number 14. Why do you think the gang weren't interested in the captain's money؟ اوكي يعني ليه الجانج اللي هم بايرتس يعني ما كانوش مهتمين بالفلوس اللي كانت مع الايه مع الكابتن؟
لان احنا قلنا كان في البوكس بتاعه كان فيه ايه، جولد كوينز، كان فيه عملات ذهبية. هم ما كانش يعني مهتمين بالمال ليه؟ since they were coming to look for the paper the map، لان هم كانوا عايزين الماب. ماب يعني ايه؟ الخريطة. اوكي، لان الخريطة دي قلنا this map او this paper، عندك paper او map نفس المعنى، معنى ايه؟ اوراق او خريطة. او البيبرز دي او الورق ده كان فيه ماب، كان فيه خريطة، والايه والماب ده تعتبر هي the way to the treasure island، بتكون هي الطريق او الدليل الى جزيرة الايه الكنز. What did the paper seem to describe؟ يا ترى البيبرز اللي كانت موجودة مع البوكس بتاع بيلز، بوكس الموجودة في الصندوق اللي كان مع كابتن بيل، يا ترى كانت بتوصف ايه؟ Okay, the ships that the captain and his men had robbed of money. كانت بتوصف السفن اللي سلبها القبطان ورجاله. طبعا القبطان مين؟ فلينت. لأن الكنز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن treasure، عبارة عن money. Okay، عبارة عن فلوس، عبارة عن gold، عبارة عن ذهب. اللي كابتن فلينت and his men، طبعا كانوا رجالته عبارة عن إيه؟ pirates، ها، قراصنة. robbed them from other ships، طبعا هم سرقوها من اي سفن تانية، واخدها طبعا وحطها في in a place، حطها في in an island، and this island is called، حطها في جزيرة، وسموا الجزيرة دي treasure island، يعني جزيرة الايه الكنز، على اساس ان الكنز موجود ايه فيها، buried in it. يعني ايه كلمة buried؟ يعني مدفون فيها. طيب what was noticeable on the map؟ طيب ايه الشيء اللي كان ملحوظ على الخريطة؟ A big cross on it next to the words most of the treasure here. كان في علامة اكس، ها، كبيرة جنب عبارة كده مكتوب فيها ايه؟ معظم الكنوز مدفونة هنا. مكان كده على الخريطة معمول عليه اكس كده، ومكتوب ان الايه الكنز غالبيته مدفون في المكان ده. Number 17. What did Mr. Trelawney think they should do about Captain Bill's paper? Mr. Trelawney ده is a rich man، يعني rich man يعني راجل ايه، راجل غني جدا، وهو اللي هيأجر الشيب الايه السفينة to sail، عشان يبحر بيها to the treasure island، إلى جزيرة الكنز، to get the ايه the treasure، عشان يحصلوا على الكنز الخاص بكابتن فريند. كابتن مين؟ فلينت. اوكي. طيب تريلاوني thought they should hire a boat. هو شايف كده ان هم لازم يأجروا boat or ship. Okay. And find the treasure themselves. خلاص ان هم هيأجروا a boat or a ship. يعني اما قارب كبير يا اما سفينة. And find the treasure themselves. وان هم لازم هم اللي يجيبوا الكنز بنفسه بأنفسه. يبقى فكرة ان هم to hire a boat or hire a ship، ان هم يأجروا قارب كبير او يأجروا يأجروا سفينة عشان يبحثوا عن الكنز، إن هم يجيبوه بأنفسهم، دي فكرة مين؟ مستر تريلاوني. وقلنا مستر تريلاوني عبارة عن a rich man، يعني كان إيه؟ كان رجل من أغنياء البلد. Number 18. If you were in جيمز place، لو أنت في مكان جيمس، جيم يعني لو أنت في مكان جيم، Would you go to look for the money robbed by the captain and his men؟ هل انت لو لقيت خريطة الكنز هتروح تبحث عليها؟ اوكي، يعني هتروح انت كده تجيب رجالة وتبحث عليها؟ طبعا ممكن اقول yes او no، بس it's better to say no. No، لي the captain and his men were dangerous pirates. لان الكابتن والهيز مين، اوكي، اللي هم طبعا كابتن بيل وهيز مين، طبعا كابتن بيل خلاص died مات، بس his men اللي هم البايرتس، ها، were dangerous pirates، were dangerous يعني ايه خطرين جدا، and they wouldn't leave you to do that، مش هيسيبوك تعمل ايه كده، and they might kill you، وممكن يقتلوك. اوكي، وبرضه ممكن اقول no because this money was robbed money، دي فلوس مسروقه وما ينفعش ان انا ايه search for it. ممكن اقول اجابه ثالثه، I should inform the police. I will give the map to the police and ask them to search for this robbed money. أقول لهم وأطلب منهم هم إيه اللي يروحوا يدوروا على هذه الفلوس المسروقة أو المسلوبة من أصحابها.
We are not safe anymore. طبعا دكتور ليفيسي بيقول خلاص لم نعد في أمان. We must not tell anyone else about what we know. مش لازم حد يعرف اللي احنا عرفناه. What did Dr. Livesey say this? Why did Dr. Livesey say this? ليه دكتور ليفيسي بيقول الكلام ده؟ دكتور ليفيسي said this because the other men قصده بيقول ايه؟ ال pirates, okay؟ اللي هم القراصنة اللي هم كانوا تبع مين؟ تبع كابتن بيل. Knew that they had the map. عرفوا دلوقتي ان خريطة الكنز موجودة معانا. And they would be looking for Jim. وهيدوروا على ايه؟ على جيم، وهيدوروا علينا معاه. Or Trelawney and Dr. Livesey. طبعا هيدوروا يا اما على جيم او Trelawney or طبعا دكتور ليفيسي، لان هم دول اللي موجودين مع ايه؟ مع جيم. And help him to reach to the treasure island. وهيساعدوه ان هو يوصل لجزيره الايه؟ الكنز. فلازم يبقوا طبعا cautious. يعني ايه كلمه cautious؟ حذرين. Number 20. Why must they keep the map and their planned voyage secret? طيب ليه جيم والناس اللي معاه دكتور ليفيسي اوكي لازم keep the map and their planned voyage secret؟ لازم يحافظوا على سرية الخريطة اللي معاهم والرحلة اللي هم هيخططوا ان هم يعملوها to reach to the treasure island to get the treasure. الخطة اللي هم هيوصلوا بيها عشان يوصلوا لجزيرة الكنز ويحصلوا على الكنز. ليه لازم الكلام ده يبقى سر للغاية؟ Because they didn't want other people to know about the treasure. لأنهم مش عايزين حد تاني يعرف عن الكنز. How do you know that Trelawney had broken his promise of secrecy? عرفنا ازاي ان Trelawney لم يحافظ على وعده بالسر؟ سرية their voyage to get the treasure. Okay? ان الرحلة بتاعتهم اللي هم هيعملوها لجزيرة الكنز عشان يحصلوا على الكنز. طيب عرفوا منين ان هو ما حافظش على السر ده؟ Trelawney said that the crew were excited. قال لهم ان الكرو اللي هو الايه؟ الطاقم اللي هو موجود معاه على الايه؟ على الشيب. were excited متحمسين جدا by the thought of the treasure. لفكره الايه؟ الكنز. طبعا دي كانت فكره خطا ان هو يقول لمين؟ للكرو، لان ممكن الكرو يعملوا ايه؟ ممكن يتمردوا عليهم and try to kill them and get the treasure. ويحصلوا هم على الايه؟ على الكنز. How do you think the crew found about the treasure? طيب طقم البحاره اللي كان معاهم يعني عرف ازاي او هيكتشف ازاي الايه؟ الكنز. طبعا عن طريق ايه؟ ثرو اماب، عن طريق الخريطه اللي موجوده معاهم. ثرو اماب showing where treasure was buried on the island، لان الخريطه موجود فيها المكان اللي تم دفن الايه؟ الكنز فيه على الجزيره. Do you think it was good idea أو it's good؟ يعني مش فاكر كان شيء طيب أو كان شيء كويس. That the crew knew about the treasure. إن طاقم السفينة عرف كل حاجة عن الكنز. Why not؟ طيب لو أنت قلت إن هو فكرة كويسة هتقول ليه؟ طب إن هو فكرة مش كويسة برضه هتقول ليه؟ طبعا هي فكرة not a good idea، ليست فكرة جيدة. يبقى no، يبقى Do you think it's a good idea? No, it's not a good idea. ليه؟ It isn't a good. يبقى no, it isn't a good. لا، لم يكن شيء جيد. They might have planned to steal it. لأنه ممكن يكونوا بيخططوا أو ما في الفعل خططوا إن هم يسرقوا الكنز as soon as they reach the island. هم أول ما وصلوا الجزيرة إن هم يسرقوا and know the place of the treasure. ويعرفوا مكان الكنز. They would steal it. هيسرقوه. And they might kill. Kill mean kill Jim, Dr. Livesey. Okay. And all. يعني ممكن يقتلوا الناس اللي هم أجروا السفينة عشان يحصلوا على الكنز. Number 24. Do you think Long John Silver would be a good person to have on the ship? Why not? طبعا كان احد الناس الموجودين على السفينه واحد اسمه جون سيلفر، وده كان ويز وان ليك، كان برجل واحده، وده كان يعتبر كوك وفي نفس الوقت كان بايرت، يعني كان طباخ بتاعه، وكان البايرت برضه كان بايرت، يعني كان احد القراصنه. طيب هل فكره وجوده على السفينه كان شيء كويس؟ ليه؟ يس، لو قلت يس ليه، ولو قلت نو ليه. I think so يعني ان هي كانت فكرة جيدة. يبقى it is a good idea to have someone like John Silver on the ship.
يبقى جون سيلفر would be a good person to have on the ship. يعني شايفين ان هو ايه وجوده على السفينة كان شيء جيد. يبقى I think so as he is a good cook, هو طباخ كويس, and he already knows most of the crew, وكان عارف معظم البحار الموجود او ايه معظم طاقم البحار اللي على السفينة. Why do you think they chose John Silver, اللي هم خدوا John Silver to be a part of their crew on the Hispaniola؟ ليه يعني تم اختيار سيلفر عشان يكون جزء من طاقم السفينة Hispaniola؟ Perhaps he was the lonely cook available, لأنه احتمال يكون هو ده الطباخ الوحيد اللي كان موجود قدامه, لأن السفينة طبعا عايزة a cook, عايزة طباخ. Number 26. Why do you think Dr. Livesey, Mr. Trelawney and Jim Hawkins were not safe؟ ليه التلاتة دول كانوا يعتبروا على السفينة not safe؟ يعني برضو لم يكونوا آمنين بشكل كامل. Because the gang might kill them to take the map. طبعا هما كانوا في خطرين. الخطر الأول الكرو البحارة اللي هما أصلا معاهم كمان, okay, might kill them after they found the treasure, ممكن يقتلوهم بعد ما يلاقوا الإيه الكنز, okay, and steal that treasure and run away, ويطفشوا بيه. وبرضو بالإضافة إلى بيلز بايرتس اللي هم القراصنة اللي كانوا مع مين, اللي كانوا تبع بيل وكان هربان منهم, وكان إيه كان هايد ذا تريجر ماب فروم ذيم, وكان مخبي الخريطة بتاعة جزيرة الكنز عنهم. برضو أكيد زي وود فولو ذيم, هيتبعوهم, أوكي, تو نو ذا بليس and they might kill them also, برضو ممكن ايه يوصلوا لهم ويقتلوهم. يبقى نقول because the gang, قلنا جانج دلوقتي الجانج يعتبروا اتنين اللي هم الكرو اللي معاهم على السفينة ممكن ينقلب عليهم في اي وقت, او الجانج بتوع مين اللي هم بيلز بايرتس اللي هم القراصنة اللي كانوا تابع مين بيل. What made Jim sad before traveling؟ ايه اللي خلى جيم حزين قبل ما يسافر؟ Because he would leave his mother, لانه كان هيتركه. بكده نكون خلصنا chapter 2, وانتظرونا إن شاء الله في chapter 3 من Treasure Island, جزيرة الكنز. Thanks a lot.